إن أنا المصبيحي أنا نمك كان بين روحين الله أنا شيس بو حق النواكو إن أنا نعرى أنا ما أنت وعذينا إن الله يهشيس بو حق النو وأنا من سنة مدحوينا أدلك مصبيحي عبدي والله يسوك أنتريو واجباتك يا إنو كل هاين إيه نصارنا إيه حدد نمي حقال نمو وينو كقوداني ما أنت موسى ميسك وحين الله إني موسى وحد سو سارتا إن أسيدي شلا يوكالي بيلاها هلكن دقن إيه رير شيخ خاصة أول بري إياد سعد علي شرو السيركة مالية دا إيا بيشا وين محمد عيسى موسى واد كلا دورتي دوحا دورتي وسيركة مالية دا دولة دا دا دم بيها شيس بوحا دور سياسة دا كوغال لقشو وعن نسكو دا ينا ورقد عد أو موسى قري أو وحي نسكو درسنا ينا أه هدو هالكا كو سحيحون مدك تايدين كو أخريو موسى واسو عرينا ينا هدي مدح وينا هدل كو يرادو بيل وين ترير شيخ قارهان أول بري قارهان محمد عيسى ولي سعد بايدن كقيمة بدنا دو يرادو موسى وفر مدح وينا شيخ لقا قريد ما يلاهي بلنكي وحي نقطي حسبقا معارض كاي هو الدني نمانو ديالو إيا ذرا ويا هيدنا وضا تشنو ويا هيدنا إيطاليان هدا يكاني قوة تشدين وحان دورا يا إياق اللفتر كودا هدا يعي وداود كورديشا شروط لآن عرّا وقود تاقين شعب كان متلا ديسا نقا يسن عرّا وحاد نوها يصبر تشيخ نوو كان كورو كوغان وحور تاقيا هاي ربطان كي يدنا هدا يقان كان هدا يرهكالي إتا يتمالك اللي نقايا وحالالي وحاي نوو تاقني يهشيس عدالي نوصو قادم وقال هدو عد نسيو يا هدو عد تاقيريو يا هدو عد خلا وح قدر سيوه نقوع كينو كسرين يا أدرى شخصي يخو مصرين يسير يقول يها قام خير شيخو أنو هالكلمات بان دين شيقيا هدو عد نهاي برسوين تر خير شيخ وحاينا متلا ايه سياسة دي نقوم متلا وارهو عبد موسى تاهر تهلو قادو تتكرر شيء خنسلة في عدو سودو ويهي يبقى المحطة قينا إلهي رالي عيدكا هذا يدكنا وحي نصود ويني قدوميها ورسياسة ذاتك وقال فونا عبد الموسى فونا عبد الموسى وحي نلال نحي حدي نحوان كان نحي إن بدن بين رق ودني إن بدن بين رق دمع على الرين ما أنت وحي ندمع على رينا إن أنت شرم الداس إن لا قادتا أيا إن سينا إن عدكين حدي الله ينادو فونا عبد الموسى وإنان كله مقيا ميسان صاحب السياسة ده يا جمهورية الصومالي لان واحد يكون عمليين يا سودوين تمان تعرضوا سودوين عبد موسى أو كتير سان قبل كصاحي وأهل يي وسوا هالجمع يسا سياسة ده إني إني كسر بيرتوه دي الله يراه ده بلا وجه دينه وين كتير تا وحيلته هاي مركز الله يستورنا يو ورور هذا الله سوك الله صار يو ورور كوجو الرجال إنه لنا هاي هذا إنه رئيس شيخنا هاي أمر رئيس صاحبة إيه إنه صار صارينا وارودا عبد موسى إن أدرين كان لابد كوه هي موجسين وحفر حد يجد الدين إياه إن أمر خاتك كعدين تاجر هذا بوحدة وهاي صار رودا يورسيا سدد كوجان وحاد ما أنت صور كبي حسين هل كان إنه رودي لا ذا الشيخ فحان دون إياه إن أنا هل كان فريما كوب كوب أنا دين كديره ومركي كوب هذا أنتي وردو كيران أنا هل كان يمادو دتك مرك كوب هذا السياسة دعب ريان وحي مركي بتوسط تقعد ديجا مدولا يجوا هم يجوا السياسة كبيرة بيا أنا جوا حنوجا هدي هل كان لا مر مرا مرك أنا دين يمادو إن أنا هل كان أنا جون تهاي وأنا عد كلا نقول هينين شو أنا هاي حولها سيدو وين لوغو كريي غودahan gobolkan gaar ahaan degmadan waxa aan kamid ahay hal door ka dhalinyaradan ee barbaartay ahna qaaday indinka oo dawladii dalka ka jiray hormuudka marka laga reebo maanta waxaan doonayaa dalka waxa laga tartamaya uradii siyaasada waxa loo tartamaya saddexdi xisbi qaran ee 10 sanadood ee soo socda saddexda xisbi qaran ee soo baxaya صدح بلود باي نجحيك سياسة درير شيخ هو حيحدنا رئيسة طبان سندود حسب النما ينهشان تاكاي نجحيك تا عدك على الذين ترى ذباب الليشن كاتين
deegan ka agar ka u leedin bogcada istaraatiijiga ay ku nooshin waxay qasbi kari lahayd xisbiyada maanta jirayna hoggaanka u haysan laakiin nasiib darro ragiga waaweynaa yaadarada odayaasha ahaa hanka ay barbarayay saaxil qiimaha ay leedahay darteed xisbiyada kaga mid noqon lahaayeen may dhicin waxaan go'aansaday anigoo aaminsan cududda dadkayga iyo ta deegaankayga inaan xisbiyada dalka ku tartamo anigoo kalsooni buuxa ku qaba hablaayaga fariidada ah dhallinyaradayda xoogga ah iyo deegaamadaan ka soo jeedo anigoo aaminsan waxaan rajaynayaa inaanu xisbiyada qaranka ka mid noqonno anigu maanta halkan waxaan ka caddaynayaa shiikh inaanan muuse biixi aanan iminka kaambaynar u ahayn ilaa iyaanu heshiis buuxa galno waa kow inaanan ciro aanan maanta u codaynayn ilaa iyo heshiis buuxa galno heshiiska buuxaan doonaynaa waxay tahay dowladdii muuse biixi halkan ka doorateen way inagii xididnimo iyo xigaalnimo qiimo badan shiikh kaga doorannay waxaan aaminsanay madaxweynaha dalka muuse biixi cabdi oo laysu keen tiriyo waajibaadkii aynu ku lahayn ee ina saarnaa ee xididnimo ee xigaalnimo waynu ka gudannay maanta muuse miiska waxaynu leennay muuse waxaad soo saartaa inaad sidii shalay oo kale beelaha halkan deggan ee reer shiikh khaasatan awal bari iyo sacad cali shire wasiirka maaliyadda iyo beesha weyne maxamed ciise muuse waad kala dooratay waxaad dooratay wasiirka maaliyadda taasi waxay nagu samaysay hafad siyaasadeed waxay nagu samaysay inaanu xisbigii oo fureen gallo ayay taasi sababtay muuseu maanta miiska soo dhig dowladdaada dambe waxaanu ku yeelanayno dowladdaada dambe heshiis buuxaa dewr siyaasadeedkoogaa la gasho waxaanu isku dayaynaa warqad cad oo muuse qoray oo waxaynu isku darsanayna ah hadduu halkaa ku saxeexoon midigta idinku akhriyo muuse waa soo celinaynaa haddii madaxweynaha dalku yidhaahdo beelweynta reer shiikh gaar ahaan awal bari gaar ahaan maxamed ciise weli sacad baa idinka qiimo badan hadduu yidhaahdo muuseu far madaxweyne shiikh lagaga ridi maayo ilaahay ballankii waxay noqotay xisbiga mucaaridka ah ee waddani niman odayaalo iyo adeeraa oo ay ahayd inaan wada tashanno oo ay ahayd inay ii taliyaan hadday keligoo tashadeen waxaan doonayaa iyaga laftarkooda haddii ay wadowdkoodhiisha shuruud la'aan ciro ugu tageen shacabkan matalaadiisaa naga haysana ciray waxaad noo hayso barta shiikh noogu keen ciroy odayaasha kuu yimi inamadaanu ilmahadeerka nahay ee kuu yimi cabdiraxmaanow heshiis buuxa kulamay gelin shalayna buudhuun bayna saareen maantana buudhi kale oo furan saarayayna saareen shiikh isugu keenkeen cirooy aynu kala iibsanno waxaynu isa siinayne labada madaxweynaan fariinta u dirayaanoo matalaya codkiinna waxa ayna siinayaan ee cad ee siyaasaddaan idinku matalayo marka aan idiin akhriyo iyo haddii mid idiin akhriyaya yimaado markaasaa dhegaysanaysaan waxa laydin hayo